ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطي والقرار الصادر من المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، سوف يتم إخراج الرحلة رقم 14 إلى دير الزور وريفها، وذلك كما قلنا ضمن القرار التنفيذي ضمن القرار الصادر من المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا. هذه الرحلة رقم 14، وضمن هذه الرحلة 14 هناك 5 رحل إلى دير الزور، واثنان إلى منبج، واثنان إلى الحسكة، وثلاثة إلى الرقة وريفها. وكان من ضمن هذه الرحل أيضا رحلة لكبار السن مراعاة لظروفهم الصحية من مختلف المناطق في الإدارة ذاتياً.